حد. تعالي حبيبة أمك أنت تعالي. تعالي حبيبة. تعالي قبرني. قبرني. قبرني على البي الصغير. قبرني هذا بحد. الله يساعدك يا ابني على العلقة. الله يساعدنا كمان. مالك يا حبيبي بدك تنتبه على حالك وخصوصي على أكلك. لأنه المرأة الحبلة بتاكل كتير بتجوع وبتاكل كتير. بس انتبه على حالك مش عطالة والنادر أكل أكل أكل. بعدين بتنصح يا حبيبي ما بيسوى لا كرمالك ولا كرمال البوبو. لا يا ست نايلة انت غلطان كتير. المرأة الحبلة لازم تكون درجة طيب. لازم تتغذى كتير منيح. لازم تاكل فوق شبعتها لتغذي ابنها. ولا شو بدك يعني يجي البيبي نص كيلو صحته تعبانة. روقك يا سلمى. شو صحته تعبانة؟ إلى معلوماتك صحته بتكون منيحة إذا خلقت 3 كيلو مش إذا خلقت 5 كيلو. روقي وكنايلة بنت لازم تتغذى. ليك يا بيي جبتلك صندوق مانجا كل يوم كلي 3 حبات منشان يقوى دمك. ما انتو مش واحد عم تاكلو باين. لا قال شو عم تعلمني المرأة الحبلة كيف لازم تاكل بعد ناقص تعلمني إلي أنا كأني أنا بزماني ماني مخلفة. انت مخلفة؟ انت متخلفة. لا يا حماتي طولي بالك ولا أو شو؟ أنا متخلفة ولا انت ما معك خبر بشي اسمك صحة؟ هدي كريم لشوف مين اللي متخلفة. هيدا شوية قوارمة على شوية سمنة بلدية على شوية لبن بقر طبيعي على شوية سليك تدي حرق فيهم شوي على النار وكل يوم بغسوكي. ايه فكرة عم تحرقصني ما تقتل البنت. يا امي شو بدك تحماتك ما ترد عليها خدي تقبريني. هيدا هيدا ميزان. واو بس ميزان؟ ايه هيدا مشان كل يوم عبك على العشية زينة حالي حتى ما تكون صحي ودل جسمك حلو. سامع؟ سامع حماتك شو عم بتقول؟ عامل كل هالقصة الكرميل ما ينتزع جسم بنتك. اطلعي فيي انا مخلفي 5 ولاد واطلع علي بعده جسمي مثل ما هو. اكيد مثل ما هو لانه من الاساس جسمك غلط. انا جسمي غلط؟ ولا انت كل يومين ثلاثة بتروحي تشتشدي حالك عند الحكمة؟ ولذلك يا امي يا بي اقول لك كلمة ولا او سلمى بلا مشاكل وتركي البنت على ريحتها بقى. البنت ولا امها؟ روقي يا نايلة نحن جايين نهني بنتنا وجوزها مش جايين نتشابع ولا عن مشاكل. سليم انت اسكت هيدا حديث نسوان وانت ما حصلت ما تدخل فيه. ايه اذا حديث نسوان انت ما تتدخلي فيه. طولي بالك طولي بالك يا امي هيك بتحكي ولو؟ شو هالكلام البلا طعمه؟ شو يعني عم تجمع حماتك ضدي؟ فرجعنا لذاك القصه؟ كريم يلا انت امشي هم بلا المنظر لك. لا معقول هي 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 لا حبيبتي تقبري ان شاء الله بدي اقول لك شيء قبل ما فلت. مثل ما قلت لك على التليفون اوعى تحملي شيء تقيل اوعى تتعبي بشغل البيت. شغل البيت تركيه مدي اجريك هيك وارتاحي يا حبيبي. برينا برينا لا ما بدك تشتغل بالبيت ما طول عمرنا ننكش بالارض ونخبز عقيدنا ونزق حطب وبطننا قدامنا وعقيدنا ولد. لا لحد هون وبعد مبين العين وانا اقول منين جاي هالصريخ كله. يا الله وسهلا وشيخ دخيلك ساعدني. شوفي تعا تعا اسمع تعا تعا المرة الحبلة ما بيسوى تاكل كتير ولا بيسوى تشتغل. مضبوط هالحكي. محروس وبلشت المشاكل. ايه عجب ما بقى تقول محروس قلت لك 100 مره ما بقى تقول محروس. انا بدي بنت محروسه. اوكي حياتي ليش مثل ما بدنا نحن؟ ايه مثل ما بدنا نحن. كل شيء من الله منيح. ايه هو كل شيء من الله منيح بس اذا طلعت بنت كثير منيح. اخي راسي معقول امي وامك يعلقوا مع بعضهم كرمال افكار بلا طعمه كرمال اشياء بسيطه مثل هيدي عجبك؟ في حياتي معقول
معقوله؟ هيدي بدها اياكي ما تاكلي، هيدي بدها اياكي تاكلي كثير منيح، وقديمك بدملك، جديدك ما بفيدك، وغيره وغيرات واشياء بلا طعم كثير. علاك؟ انت يا حياتي اكيد ما بتأمني بهالحكيات معك. اعوذ بالله. شو رايك بكره نروح عند شي حكيم هيك اختصاصي نساله عن هالمواضيع كلها؟ ايه نروح. وبلا قله هالعقل؟ طبعا بلا قله هالعقل، اساسا معقول صرنا بالقرن ال 21 وبعد في عالم بتفكر هيك؟ بعد في عالم بتصدق هيك امور؟ يا عم ما العلم اتطور، العالم اتطورت وصلت على المريخ وبعد في ناس بتصدق هيك اشياء؟ ما عم بقدر اتخيل انا معقول؟ دخليك؟ شو قصتك حياتي؟ حطيتي مكياجك وجاي تنامي؟ ايه ما امي قالت لي انه اذا المرة هي وحبلي ضلت دايما حلوة من تبها مكياجها ومجملة حالها وحاطة حمرة على شفافها وعم بيبرقوا برق شفافها بيطلع البيبي الشيف وحلوين وعم بلامه. اخ يا راسي.